أم عطاتني في الحاوية الأسبل، وجات واحد السيدة هزاتني، سمعت الهوات هزاتني، كتدور بيا متسولة. ما حنا ما كناش كنعرفوا هادشي ديال الوالدين وداك الشيء، قلت لك خرجنا المجتمع، حنا كانوا محطينا في واحد البلاصه. الام ديالي انا باغي نشوفها مسامح لها الدنيا واخره، وقع حطاتني في بركاسه، يقدر الظروف بغات تساعدني، يقدر شي حاجه من عائلتها ما بغاوش داك الدري، هي عتقتني، ولا تقدر تكون مريضه، انا مسامح لها، كانت كتشوفني غترضى عليا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند خليد. خليد 28 سنة. قصة ديال خليد قصة غريبة. مشاهدينا الكرام، الشكر الجزيل لعدد كبير من المغاربة والمتتبعين للتعليقات ديالهم، تهمنا بشكل كبير أنه نوعية المحتوى اللي كنختاروا اللي كيتلقى استحسان كبير من عند الناس. مشاهدينا الكرام، مثل هاد المقدمة اللي تكلمت بها الآن هي النموذج اللي بغيت نشوف اليوم ديال خالد. خالد إلى ما وصلنا الصوت ديالو، هاد الشاب، وكاين عدد كبير من الشباب ذكورا وإناث اللي نفس القصة ديالو، ما دورنا؟ والسؤال مشاهدينا الكرام، غادي نحاول ما أمكن أنني نختصر في الموضوع وتشوفوا معايا المحتوى والجوهر ديال الموضوع أشنو فيه. خالد 28 سنة، تزاد في مجموعة من المراكز، في الأخير يكتشف من يوصل سن الرشد، وصل عنده الوعي، عرف بأنه الأم ديالو حطاته في حاوية ديال الأزبال وهو صغير. هاد المعلومات بطبيعة الحال غادي ياخدها من المركز اللي كبر فيه، وكتكون الأرشيف اللي فيه رجال الأمن اللي بطبيعة الحال مسجلين هاد المعطيات. ولكن السؤال المطروح في الموضوع، هل المجتمع يرحم؟ نعم أم لا؟ نعلم جيدا انه البعض كيتسدوا البيبان في وجههم، هاد الناس اللي طايحين في هذا الاشكال الكبير اللي ما عرفوش والديهم. قصه خالد قصه غريبه، تبعوا معايا. خالد زتي في تطوان، كنتي في مجموعه من المراكز، انت دابا 28 سنه، اتعود ليا من الاول، اش من مركز كنتي في الاول وحنا غاديين، وتقول لي كيفاش في الاخر اكتشفتي بلا امك فين حطاتك؟ مرحبا، السلام عليكم. اسم ديالي خالد، 28 سنة، مزداد من تطوان. القصة ديالي، الأم عطاتني في الحاوية الأسبل، وجات واحد السيدة هزاتني، سمعت الهوات هزاتني، بدات كدور بيا متسولة. جاو الشرطة لقاو عند داك الدري، قال له ديال من هادي؟ قلت له ما لقيتو هنايا. داروا معايا الإجراءات، أنا حولوني للسبيطار ديال تطوان، داوني لواحد السبيطار يكون دراري، كيكونوا داك لي بيبي. وصلت لاج 3 سنين، جات واحد لاسوسياسيون هزوني، داوني في كاينين دراري اليتامى وداكشي. وصلت لاج 5 سنين، داوني ديال كازا بلانكا، وقريت الحمد لله. وصلت القرايه للنيفو ديالي 5 ياباني، من 5 ياباني خرجت من القرايه. وصلت لاج ديال الروست 18 عام، ويقول لي يا خالد راك وصلت السن الروست، هذيك هي الصدمه الكبيره. انا خرجت 18 عام، غندير تكوين مهني في الومنيوم، ناخذ ديبلوم في عامين، نقرا عامين صافي. مورا راه من الديبلوم مشيت عندهم، عطاوني خلصوا لي ضروري كيكملوا معاك الاجراء، كيخلصوا لك 5 شهور ديال الكرا، وكيخدموك في الشركه. خدموني في شركه، كنت خدام في شركه كابلاج صافي. سالات الكونترا ديالي، سال الكرا ديالي، تماك بدات المعاناه ديالي، وليت نعس في الزنقه. وليت صافي كتقاد الدور من المدينه مدينه، مشيت الناظور باغي الريسكي. رجعت عاوتاني كازا، خدمت شهرين، عاوتاني كترجع عاوتاني للمبيات في الشارع وبزاف الحاجات. صافي هذيك مشيت عندهم باش ناخذ الدوسي ديالي. الصدمه اللي غادي تجيني، عاودوا لي غيقول لي الام ديالك راه حطاتك في البركازة. تألمت شوية صافي، خديت الدوسي ديالي. و السؤال اللي عندي معاك هو، في الوقيتة اللي كنتو في المركز كيكونوا الولاد، وكاين مركز واحد يكونوا فيهم الإناث، دابا كتعتبر راسكم هذاك هو أخوك، هذيك هي أختك، يعني ما عارفين نتوما والو. لا، واش كتعيشوا في ديك الأجواء؟ تهضر ليا على تقريبا، إلا بقيتي عاقل، في حدود من
تقريبا نقول احنا من 8 سنوات 10 سنين 11 عام 12 عام كتعرف هذاك هو اخوك هو دوك اللي في السونتر هما والديك كتمشيو على قد العقل ديالكم. دابا ديك الباصه اللي كنا فيها كيكونوا فيها الديور 10 ديال الديور وكنا مرا كيكون فيها الدراري والدريات فهمتي. دابا بحال اللي كابر معايا انا في ديك الدار كنحسبو خويا، الدريه كنحسبها اختي. حاليا كبر نقول لها اختي خويا، هي كتقول لي خويا. كبرنا كاملين وبحال هذوك اللي كانوا في ديور اخرين كنسمو مع بحال صديق ديالي صاحبي، وكتقول لي خويا حتى هو حيت كبر معك حتى هو في سميت كتقول لي خويا السيس. صافي كبرنا خوت في عائله وحده كتقول لي خويا اختي. لي ساليتي القرايه وخديتي الدبلوم في الالومنيوم لقيتي راسك بانه داكشي اللي قريتي وهذا مع الواقع المجتمع ما عندكش فيه انتبات، ما عندك ما تاكل، ما عندك اللي يسلم عليك في العيد، هادشي كله حقيقي. كاينه من خديت الدبلوم وصافي خرجت من لاسوسياسيون، يعني لاسوسياسيون ما بقاش عندي منها والو، خرجت بالي واحد المجتمع اخر حيت ما كانوش كيعاودوا لنا شنو كيوقع في المجتمع. ملي خرجت من المجتمع وليت نعيش في الزنقه، الاعياد ما كندوزهم حتى كيوصل ديك بحال المشي حتى كتوصل ديك 12 عاد كنمشي ندق على الديور، وكاين اللي كيعطيك كاين اللي كيشوفك واحد النظره خايبه تيقول هذا شي شمكار ولا شي واحد شفار بغا يجي يسمي، كدق تقول اخاتي فيا الجور انا ود خير. كاين اللي كيعطيك عيد ما كندوزهمش، واخا كنتبقى نتالم كتشوف بنادم مدوز مع العائله ديالو فرحانين، هذيك كيمشي عند عائلته هذيك كيمشي عند خالته. انا حاليا ما عرفتش عائلتي الجدور ديالها ود خالتي ود عمتي، انا كنسمع ود عمتي ود خالتي وجدي ما كنعرفش انا شنو هاد ود عمتي، حتى كيشرح لي شي واحد نقول له شنو هاد ود عمتي تبقى يقول لي هادي يعني هادي وهادي. عاد كنفهم شنو عاد بديت كنفهم ودخلتي ودعمتي. ديك الوقت اللي كنتي في دوك المراكز كاملين ما عمر جاتك شي معلومه من الاداره بلا تيسول عليك شي حاجه، يعني يقدر يكون باك ولا امك ولا والو؟ مي كنت تما كانوا كيجيو عندي لي سور، حيت انا في تطوان كانوا كيقابلوني لي سور، ماشي كانوا كيقابلوا المربيات المغربيات الهرمانات هما اللي كانوا كيقابلوني، حيت انا من جيت المركز كنت كنهضر بالصبليونيه ما كانش عندي العربيه، كنت العصا باش تعلمت العربيه كنت كنهضر بالصبليونيه، وكانوا كيقولوا بحال لي باغا باريناج كانوا كيجيبوا لنا الكادوات وداكشي، ما كانوش كيجيو عندي شي واحد، كانوا كيجيو هذوك الهرمانات اللي لابسين داكشي هما اللي كيجيبوا لي الكادوات وداكشي. وما حنا ما كناش كنعرفوا هادشي ديال الوالدين وداكشي، قلت لك خرجنا المجتمع حنا كانوا محطينا في واحد البلاصه صافي كتبقى تضحك تنشاط. شنو كدير دابا في الخدمه؟ كتلقى الخدمه ولا كتطرد ولا شنو؟ دابا حاليا كنت خدام عند واحد خونا ولكن استغلالي ما كي دابا هاد المجتمع كيشوفك يتيم وداكشي كيبغي ينقص لك في الثمن ولا تيقول هذا راه ما عنده لا والدين لا شي واحد اللي غادي يحامي عليه وداكشي. كنت خدام عنده ونقص ليا في الثمن وكنخدم بالنيه ديالي وتفيق معاه السبعة الصباح وداكشي صافي. بقى بيناتنا بروبليم، راه جيت لكازا بديت كندور لقيت الكرا، دابا كنقلب على خدمه حالي اللي كتمشي كتقول لي خويا انا راه يتيم وباغي نقلب على خدمه، كاين اللي ما كيقبلش حيت اغلبيه كياخذ ظروف خايبه، هاد المجتمع كياخذ على ود خيريه كياخذ عنده ظروف خايبه تيقول لي خايبه عندهم هما، تيقول لي اما شفار واما فيه المشاكل يقدر يدينا ويقدر بزاف الحاجات، تيقولوا لاقيط ولد حرام وكاين اللي كيسبك. انا حاليا دابا اللي بدا يسب مثلا كي واحد كيسب ليا والديا واخا ما كنعرفش الوالده ديالي كنولي كنترعدها بوحديتي، انا تبدا يسب ليا والديا كنولي كنترعدها بوحديتي. على ذكر الام، شنو الرساله اللي تبغي تقول لها هي ولا هاد الاب الا شافوك اش بغيت تقول لهم؟ هو صراحه الاب ما كنسولش فيه، كنسول في الام ديالي حيت الاب تخلى عليها. الام ديالي انا باغي نشوفها مسامح لها الدنيا واخره، وخا حطاتني في بركاسه يقدر الظروف بغات تساعدني، يقدر شي حاجه من عائلتها ما بغاوش داك الدري هي عتقاتني، ولا تقدر تكون مريضه انا مسامح لها كانت كتشوفني غترضى عليا توي معايا ترجع لي شويه المعنويات. حيت انت دابا هنا كنتي حنين مع الاب مع الام وكنتي قاسي مع الاب، ولا قدرنا نشوفوا طريقه اخرى نقولوا العلاقه اللي بين داك السيد وهاد السيده وانه حملت وما قالتهاش ليه وفتارقوا ومن بعد ولداتك، هذا يكون ماشي ذنبه، يعني صعب تحلل الاتهام على من كاين صعب تحلل البيت، ولكن اهم حاجه انا عندي هي الام. عاد مين لا الام مات انا ما كاش دايره العائله وداك الشيء نقدر نسولها نقول لها الاب ديالي، والا ما الا كان دايره العائله ولا فامي ما نقدرش نسولها حيت
وانا دابا ملي غنشوف الام ديالي غندير راسي يلاه تولدت من جديد، يلاه بحال يلاه 28 عام يلاه غادي نتولد من جديد، حيت باقي عندك هذا الامل، باقي عندي الامل ما نعاودلاش ذوك المعاناه وداك الشيء اللي دوزت في الزنقه وثلاث سنين البياتة والبرد والشتا والاعياد ما كندوزهمش والالام وبزاف الحاجات، غندير راسي بحال يلاه شفتها من جديد وغنعنقها ونقول لها مسامح لك المهمش. شنو الرساله اللي بغيتي تقول لي هذا؟ سامح ليا المهم شي مسامح لك دنيا واخره، باغيك تعيطي ليا وترضي عليا، راه باغي نشوفك وكنتمنى من هذا المجتمع هذا الجيل اللي راه اللي طالع دابا يتهلاو في والديهم، راه الا مشاو الوالدين راه مشات الدنيا كامله، راه كتبان لك الدار مظلمه، وهاد الامهات عافاكم لا مثلا درتو شي حرام وانتو شي دري خلوه عندكم ما تلوحوا ما والو، حيت هو ملي غادي يكبر غايعيش في واحد الظروف صعيبه في هذا المجتمع وبدا يفكر وبغى يقول علاش خلوني والدين وغيولي عاوتاني بزاف حاجه، يقدر يدير شي حاجه في راسو ويقدر يبقى يتعصب وبزاف الحاجات، وهذا المجتمع راه كياخذ واحد النظره خايبه على ولاد خيري. انت رغم المعاناه ديالك والدخل ديالك طيب شيء جميل. الله يحفظك والله اخويا، انا كنحس بها عمري وقع لي شي اذى، عمري مرت شي مرض خايف حالة تقول امي ما حطاتني راضيه عليا، انا ما كان ادي بنادم ما كانت عدى ما كان دير والو، كنحس براسي واخا كنت انا حاليا ما عنديش لا صحاب حيت كنت داير صعاب، ولكن صافي الثقه مابقاش، كنجلس بوحديتي نريح بوحديتي نكري بوحديتي، بنادم كاين اللي كيشوف كيقول هذاك معقد وهكا، ولكن لا انا هكاك النفسانيه ديالي كيعجبني نكون مرتاح، باش كتعرف شنو كدير، انا باغي انا ندير المستقبل ديالي وبزاف حاجات، باش الا درت المستقبل حيت اغلبيه هنا كاين بنادم ما كيبغيكش تكون كبير زعما تكون داير مستقبل، ولا عرفوا بان هذا السيد راه دار المستقبل ديالو ما كيحملوش كياخذوا عليك نظره تيقولوا لا خصنا نهبطوا هذاك السيد لا هذا دغيا زرب علينا دار المستقبل ديالو حنا باقينا كخصهم يهبطوا، يعني كان ايفيتي صحابو كان ايفيتي باش الا درت شي حاجه كندير راسي وندير المستقبل ديالي ما يكون عارفني حتى شي واحد راه دار في المستقبل وداك الشيء. نتمنى لك التوفيق يا رب، والله العظيم الله يستر. الله يحفظك الله يحفظك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه هي القصه ديال خالد، وكما قلت في السابق هذا محتوى يستحق النشر صراحه، لانه انا هو تيروي معايا القصه وانا كندير تندير راسي في بلاصتو، كيفاش غادي تعيش ما عندك والدين ما عندكش اللي يجيب لك تكاس ديال الماء في الظروف الصعبه؟ اي انسان اي مغربي في المغرب وخارج المغرب يدير راسو في بلاصة هاد الولد، وهنا غادي نشير لواحد الفئة من الناس اللي كيعانيو عندهم والديهم ولكن عندهم واحد إشكال آخر يميل شيئا ما لهذا الوضع، هما ديال الجالية المغربية اللي يلاه مشاو لبرا، يعني ما يسمى بلغة الغربة، كيفاش تلقى عالم آخر مجتمع آخر ديانات أخرى لغات أخرى، كيفاش غادي تأقلم على المجتمع من أصعب الأشياء؟ مشاهدينا الكرام هاد الشاب له طموح، ولكن السؤال المطروح هل واقع المجتمع لهذه الفئات تتقبلوا نعم أم لا؟ وهذا هو السؤال. مشاهدينا الكرام القضية ديال خالد قضية عدد كبير من الشباب اللي كيعانوا في نفس الوضع، وهنا كيتطرح سؤال، المراكز دارت الخطوات الأولى وصل سن الرشد، ولكن المال ديالو اش مازال ما حققش داكشي اللي خصو يوصل ليه، على الاقل ملي كمل وصل سن الرشد قرا، كاين اشكال ثاني هو ديال الاستقرار، هذيك الدفعه الاولى اللي كتعلق بالعمل، فين غادي يخدم فين غيسكن فين غيعيش في ظرفيه، ريتما يوصل واحد السن معين اللي يقدر هو يخلق اسره صغيره يتعرف على بنت الناس او بنت الناس الا كانت في هذه الحاله دي، وتعرف على ولد الناس ويديروا واحد العائله بسيطه اللي يحيوا بها الحياه اللي يساهموا بها بطبيعه الحال في الحياه ديالهم بواحد الطريقه يرضى عليها ربي ويرضى عليها القانون والدين. ولكن السؤال هو واقع المجتمع وواقع المؤسسات من بعد المراكز من سن الرشد شنو غادي ننتظروا من الدراري هذو؟ خالد شاب طموح ما عنده سوابق قضائيه وله طموح، ولكن الوضع ديالو صعب، وجا الدار البيضاء دابا يلاه كرا وما عارفش مسكين فين يخدم. مشاهدينا الكرام ارجوكم غنوضع رقم الهاتف ديالو، كل مغربي له روح الوطنيه او مسؤول شاف هذه القصه انه يتفاعل مع هذا الشاب ويدي معاه الاجر، هذا وعد قرقابه باش ما يضيعش هذا الولد، الى متى سوف يستمر في 28
سنه وبهذا الوضع، والاكثر من ذلك انه الداخل ديالو طيب، تيقول لك انا الام ديالي اللي دارت هذا الشيء انا بسبب حدنيه واخره، وهو يتكلم والبشاشه على محياه منشرح، يتمنى في اي لحظه انه يشوف الام ديالو. يا ربي، ولما لا انه مساله اخرى مهمه في الموضوع تتعلق بالوقت اللي تزاد، هو 1994 10 في شهر 5. اذا كانت شي امراه عندها علاقه بهذه القصه في تطوان في هذيك الطرفيه في هذاك في هذاك في هذيك السنه، لما لا البحث. وهاد السيده شافت هذا الوليد انه تعرف ابن ديالها. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع مثل الملفات وسوف نوافيكم دائما بالجديد، لانه لغه الاحساس هي التي توحي باش توصل لواحد الهدف وتوصل رساله ديال هذا الشاب. انا كندير راسي في المكان ديالو في هذه اللحظات، يلقى راسو غادي يدوخ من 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 الطبيعي جدا كيفاش يتاقلم مع المجتمع. اي انسان دار في المكان ديالو في هذا الشاب غادي يلقى صعوبات في المجتمع. كما ملاحظه اخرى، لما النعت لهذا الشاب بهذه الطريقه اللي فيها بعض الكلام نابي وساقط في كيجرح هو مسكين؟ ما انا كنطرح سؤال بسيط، علاقه نتج عنها حمل من موراها تزاد هذا الوليد، شنو ذنبه هو؟ هنا سؤال، اشنو الذنب ديالو هذا الشاب اللي غادي يتنعت؟ واش هو اللي ولدهم ولا هما اللي ولدوه؟ وهذا هو الاشكال. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما في الجديد، ونوجه الشكر الجزيل لجميع المتتبعين والنداء ديالنا مره اخرى لمساعده هذا الشاب. يا ربي كل من ساعد يتقبل الاجر ديالو. انا ندور على رقم الهاتف ديالو، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.